الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نتكلم في باب العلم في كتاب العلم من صحيح البخاري رحمه الله، وقد روينا صحيح البخاري عن أشياخنا من بعدة أسانيد، من أقربها عندكم وأشهرها عندكم سند يمر بشيخنا محمد الرشيد الحنفي من السعودية، عن شيخه عبد الفتاح أبي غدة، عن شيخه محمد زاهد الكوثري، وسنده في إثباته وخاصة إثباته المعروف المختصر، يسميه كذا المستجيز، ما يطلبه ما يبتغيه المستجيز، الوجيز فيما يبتغيه المستجيز، الوجيز فيما يبتغيه المستجيز، ففيه سنده بصحيح البخاري، وأرويه بالإجازة طبعا عن شيخي عبد الرحمن الكتاني الفاسي، عن أبيه العلامة الكبير عبد الحي الكتاني، وأسانيده كلها في كتبه وخاصة كتابه فهرسة الفهارس، وأرويه عن مشايخ آخرين بالإجازة، كل ذلك بالإجازة. و نبدأ إن شاء الله فيه، لأن الحديث من سنة أهل الحديث أن لا يحدثون به إلا إذا كان لهم به سند من سماع أو عرض أو إجازة أو مناولة أو غير ذلك من أنواع السند. والسند في عصرنا هذا ليس للفخر ولا للذكر، إنما هو لمجرد بقاء السلسلة. وقد كوفينا تصحيح الأحاديث وإيصالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك كان في عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ويكاد ينتهي الموضوع، ينتهي العمل في الموضوع في عصر التدوين في المئة الثانية والثالثة، في عصر البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ولكن ما زال العلماء يحافظون على إبقاء السلسلة ولو بالإجازة. نعم. ثم نقرأ إن شاء الله كتاب العلم، فليقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، كتاب العلم، باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: وقل رب زدني علما. باب من سئل علما وهو مشغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حا وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟
قال: ها أنا، ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الحديث في سنده حرف حاء، وتعني تحويل، تحويل الإسناد إلى طريق آخر. حاء تحويل الإسناد. حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي. الإمام البخاري يروي عن فليح وعن محمد بن فليح، يروي عن محمد بن سنان عن فليح، ويروي عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن فليح. هذا هو السبب في أن يكتب حاء، أنه هذا سندي إلى فليح ولي سند آخر إلى فليح، يحول الإسناد، ولكن ما بعد فليح سند واحد. ثم ذكر رجال سندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، يعني لم يقطع حديثه. وهذا هو السر في أن يأتي البخاري بهذا الحديث هنا، لأن من المعلوم أن البخاري يعتني بالترجمة، العنوان، ما نسميه العنوان، يسموه المحدثون يسموه الترجمة، التراجم، أي عنوان الباب. فالترجمة هنا: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. يعني ما يريد البخاري أن يؤصله أنه يجوز لمن سئل عن علم وهو يتحدث في علم آخر ألا يجيب فورا، بل يمضي في حديثه ثم يجيب، وأن هذا ليس من باب تأخير البيان. لا يجوز تأخير البيان، لكن لا يجوز تأخير البيان عن الحاجة، أما تأخير البيان بما لا يضيع الحاجة فهو جائز. هذا هو السر في أن يقول البخاري الترجمة: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. يعني يسوغ للعالم أن يؤخر الإجابة قليلا حتى ينهي حديثه أو ينهي شأنه ثم يعود على السائل فيجيبه. هذا هو السر في أن يوضع هذا الحديث هنا، وهذا الحديث سيضعه في أماكن أخرى على حسب جمله. وهذا ميزة البخاري. البخاري يأخذ الحديث الواحد ويكرره تارة أكثر من 30 مرة، تارة يقطع الحديث ويعيده 10 مرات، 2، 5 مرات، وبعض الأحاديث حسب ما تتبعت أعادها في صحيحه 30 مرة. وقد اعتنى بعض المعاصرين بإحالات البخاري، إذا جاء حديث هنا وهو عندي في نسخة عليها شرح ابن رجب الحنبلي، في بعض المحققين اعتنى بهذه الإحالات فجزاه الله خيرا، لما يورد البخاري حديثا يشير يقول طرفه في كذا وفي كذا، في الصفحة كذا وفي الصفحة كذا وفي الصفحة كذا وفي الصفحة كذا، حتى تكون أنت على دراية بأن هذا الحديث قد أورد في عدة مواضيع، فتستفيد فقها عظيما، لأن كل جملة لها ارتباط بشيء من الفقه. فهذا الحديث له ارتباط بمتى الساعة، وله ارتباط بعلامات من ذلك. ولو أردنا أن نتكلم على ما فيه
ووجهنا في ذلك ما فيه خير الناس لجاز لنا هنا، ولكن له موضوع آخر، وهو أن الساعة الإنسان إذا سأل عن شيء الأولى أن يسأل عما يعنيه وما فيه عمل له. ولذلك ورد في أحاديث أخرى: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها. يعني الساعة تقوم أو لا تقوم، هذا ليس شيئا عمليا، المهم أن نعمل لها، وعلاماتها تدلنا على أن نحث على العمل الصالح الذي فيه خير الناس وخير المسلمين، وأن نبتعد عن الفتن، وأن نبتعد عن المخالفات والمعاصي وغير ذلك. ما فيه الخير، ما فيه الخير للناس، هذا أهم، ما فيه الخير لك من عبادة أو خلق، وما فيه خير الناس مما ينفعهم في دنياهم أو ينفعهم في دينهم أو يديم الخير لهم والعافية والأمن والاستقرار. هذا مهم، مطلب مهم. فطلب الساعة متى هي ليس مهما إلا بقدر ما نعلم أماراتها، ونحرص على ما ينفعنا إذا قامت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد على بعض السائلين: ما أعددت لها؟ يعني ماذا يعنيك من الساعة؟ يعنيك أن تعمل لها. وفي الحقيقة موت كل واحد منا هي ساعته وقيامته، كل واحد منا في الحقيقة قيامته عندما يموت، فإن الموت عبارة عن انقطاع العمل الصالح لا تستطيع أن تزيد فيه، والانقطاع التوبة والاستغفار لا تستطيع أن تنقص من العمل السيء، وهذه هي القيامة. هذه هي أكبر مصيبة في الموت، أنك لا تزيد في العمل الصالح ولو ذرة، ولا تستطيع أن تتراجع عن عمل سيء. أما متى تقوم ومتى ما تقوم هذا ليس نعم. وعلى كل حال، إذا أسند الأمر إلى غير أهله تكلم العلماء عليها في أشياء كثيرة، ولكن لا يعني ذلك أن نبرر أن هذا فلان أهلاً للعلم ولا ليس أهلاً له، وهذا فلان ليس أهلاً للهندسة ولا هذا فلان ليس أهلاً للحكم ولا أهلاً له. هذا ليس، هذا لم النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العمل للساعة أهم من السؤال عن الساعة، فهو الموضوع الذي يعني المسلم. أما ما تقوم وعلاماتها وما علامتها، وهل إذا كان فلان يفتي وليس مفتيا، أو كان مهندسا وليس مهندسا، أو كان كذا وليس كذا، هذا لا يعني المسلم بكبير شيء، بل على المسلم أن يسعى فيما ينجي مهجته عند الله عز وجل بأداء الواجبات والابتعاد عن المحرمات وحسن الجوار وبر الوالدين وطاعة ولي الأمر وعدم إثارة الفتن في المسلمين وعدم أكل أموالهم وغير ذلك. هذا الذي يعني المسلم. لا يغركم ظواهر الألفاظ، فإن للألفاظ معاني مطلوبة عملية. وعلى كل حال، الحديث هنا إنما جاء به ليقول أنه يجوز للعالم إذا سئل أن يؤخر الإجابة حتى ينتهي من كلامه، وسيعيده مرات في أماكن أخرى على حسب متن الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعل نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. هذا الحديث في الوضوء، لكن فيه مناسبة جعلت الإمام البخاري يضعه هنا. هو حديث في الوضوء ليس في العلم، أليس كذلك؟ لكن فيه نكتة يحتاج إليها كتاب العلم، وهي رفع العالم صوته ليعرف ما قال. وكان صلى الله عليه وسلم مع فصاحته وبلاغته وعذوبة لفظه بأبي هو وأمي كان يعيد الكلام ثلاثا حتى يعقل، ما كان يسرد سردنا هذا،
كان مع فصاحته صلى الله عليه وسلم وبلاغته وعذوبة لفظه وجمال صورته يعيد الكلام ثلاثا ليعقل، وتارة يرفع صوته ليسمع، حريصا علينا أن نعي ما ينفعنا صلى الله عليه وسلم، وتارة يرد على السائل بنفس الصوت واللهجة. جاء أعرابي يا رسول الله بصوت له جهوري، صوت مرتفع، قال ها أم بنفس الصوت، لأنه كان صلى الله عليه وسلم من المجتمع عند الله عظيم، ولكن أخلاقه في المجتمع واحد من المجتمع، يخاطب الضعيف والكبير. هذا الحديث أورده البخاري هنا، وهو في الحقيقة الجزئية، جزئية المتن اللي فيه هو أن من غسل رجليه فعليه أن يعمم الماء على رجليه جميعا، كما قال ربنا وأرجلكم إلى الكعبين. وإلى هنا كان مقتضاها في اللغة ألا تدخل الغاية، لأن إلى الغاية، أما حتى تدخل الغاية، لكن العلماء والفقهاء أدخلوا إلى أدخلوا المرافق والكعبين، مع أن مقتضى إلى في اللغة العربية لا تدخل الغاية لشيئين. الشيء الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرافقه، ففهموا أن الغاية داخلة، أن الغاية داخلة. والشيء الآخر احتياطا، من لم يكمل الواجب ووقف على طرف الواجب ربما يترك شيئا منه، فاخرج عن حدود الواجب كي تضمنه. فالعقب الأعقاب من الرجل، والكعبين من ما يجب غسله. ولذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بعدما توضأوا تلوح أعقابهم لم يمسها الماء، في رواية أخرى أعقابهم تلوح لم يمسها الماء، قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، وقيل أنه قالها مرة ثالثة ورفع بها صوته. كلمة رفع بها صوته هي التي جعلت الإمام البخاري يورد الحديث في هذا الموضع، نظرا لأنه باب رفع الصوت بالعلم. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق: عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. هذه الأحاديث كلها البخاري لم يعتني هنا بالمتون، اعتنى بها في أماكن أخرى، نظرا لأنه يريد فقط أن يثبت حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، يريد أن يثبت العنوان باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، فساق هذه الأحاديث لأجل هذا المعنى. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. الحديث
القارئ بارك الله فيه وفيكم جميعاً وفينا وفي بلادنا هذه وفي بلاد المسلمين جميعاً. القارئ قال عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأنا النسخة عندي ليست فيها كلمة رضي الله عنهما، لكن أفيدكم في فقه الحديث، في عفواً في كتابة الحديث، مصطلح الحديث فيه أبواب معينة في آخرها في الغالب كيفية كتابة الحديث في ألفية العراقي وغيرها وألفية السيوطي، يعتنون أولاً بذكر الحديث والخبر والمتن والسند وشروط صحة الحديث وما هو الحسن إلى آخره، ثم يستمرون في ذكر أبواب مصطلح الحديث، ففي آخرها يكتبون كتابة الحديث، كيفية كتابة الحديث. يذكرون هناك أن كلمة رضي الله عنه تقال ولو لم تكن في الأصل، وكلمة صلى الله عليه وسلم نقولها ولو لم تكن في الأصل، وكلمة تعالى وعز وجل نقولها وليست هي من الكذب ولا من الزيادة على الأصل. إذا كان الأصل فيه عن ابن عمر قال يجوز لي، بل الأولى لي أن أقول عن ابن عمر رضي الله عنهما ولو لم تكن في الأصل، وكلمة رضي الله عنهما نقولها إذا كان الصحابي المذكور أبوه صحابي، وإذا ذكرنا جملة صحابة نقول رضي الله عنهم، وكثير من الصحابة الذين يروون الحديث نقول فيهم رضي الله عنهما، كابن عمر رضي الله عنهما، ابن عباس رضي الله عنهما، ابن أبو بكر الصديق لو أننا نسبناه إلى أبي قحافة رضي الله عنهما، محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ابن مسعود لا، ابن مسعود نقول فيه رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عمرو بن العاص لا رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، النعمان بن بشير رضي الله عنهما، هكذا حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. إذن إذا كان في الأصل رضي الله عنه أو لم تكن نحن نقولها، ونقول رضي الله عنهما إذا كان الصحابي وأبوه صحابيين، وأما إذا كان الصحابي صحابيا وأبوه ليس من الصحابة نقول رضي الله عنه. العبادلة كلهم فيهم رضي الله عنهما. وابن مسعود أفيدكم فائدتين، ابن مسعود ليس من العبادلة وليس ممن يقال فيه رضي الله عنهما، لكنه كان من علماء الصحابة الأفذاذ، وكان يوصينا بأن نتعلم العلم للعمل، كان يرى أن العلم للعمل ليس للكلام. ابن مسعود فقيه من فقهاء الصحابة ومفتي من مفتي الصحابة رضي الله عنه. والصحيح أنه ليس من العبادلة، بل إن العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير. وابن مسعود اسمه عبد الله، لكن لفظ العبادلة مصطلح العبادلة لا يدخل فيه، من الناس من يدخله، هو الصحيح أنه لا يدخل في مصطلح العبادلة، فقط هذا المصطلح ليس منه، وإن كان هو جليل القدر علما وعملا وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما متن الحديث ففيه مسألة هي التي أورد البخاري فيها كلمة فحدثوني ما هي، فحدثوني ما هي، أورد البخاري رحمه الله، وأقول لكم وكلمة رضي الله عنه تقال للصحابة ولغيرهم، لكن المتعارف عليه قولها للصحابة لأجل أن لا نخرج عن اللفظة المتعارف عليها عند أهل السنة لغير الصحابة، لأن من المبتدعة من يقول رضي الله عنه لمن يعتقدون فيه التعظيم، وهي تجوز لغير الصحابة، لأن كلمة رضي الله عنه جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، كلمة رضي الله عنه ورحمه الله ووفقه الله هذه ليست من باب الكذب والإخبار عما لا نعلم، لو أنها كانت خبرية لفظا ومعنى يكون فيها إخبار عما لا نعلم،
لأننا لا نعلم على أن زيد رحمه الله ولا وفقه الله أو وفقه الله، لكنها هي ليست كذلك. هذه الجمل خبرية لفظا إنشائية معنى. أيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن اللفظ لفظ الخبر ولكن مقصود فيه الدعاء رحمه الله، ليس معناها 100% قد رحمه الله، لا، معناها اللهم ارحمه. وفقه الله ليس معناها 100% قد وفقه الله خبر، لا، هو ليس خبر، هو لفظ خبر ولكن مبطن فيه الدعاء، فهو إنشاء وليس خبرا. والكلام ينقسم كله إلى خبر وإنشاء. الخبر هو الإخبار بما وقع صادقا أم كاذبا، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهما قضية وخبرا في سلم المنطق. الخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق ويحتمل الكذب لذاته، هو قد يكون لا يحتمل الكذب لدليل آخر كخبر الله تبارك وتعالى وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون لا يحتمل الصدق لأنه كذب كإخبار المشركين عن آلهتهم. لكن أصل الخبر في وضعه اللغوي والعقل أيضا والبلاغي ما يحتمل الكذب ويحتمل الصدق، يحتمل الصدق والكذب، هذا هو الخبر. وتارة والإنشاء ليس كذلك، الإنشاء لا يتم إلا باللفظ كقم تعالى وبعتك اشتريت منك إلى آخر العقود الإنشاء الأوامر والطلب وغيره أقسام الطلب. ولكن يهمني أن كلمة رحمه الله ورضي الله عنه هي خبرية لفظا إنشائية معنى، معناها شكلها شكل الخبر وحقيقتها دعاء وطلب. ورضي الله عنه شعار الصحابة ويجوز إطلاقها على غيرهم، وصلى الله عليه وسلم شعار النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز إطلاقها على غيرهم، لكن أهل البدع يجعلونها شعارا لتزكية من يريدون تزكيته. فأهل السنة يقتصرون بصلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتصرون على رضي الله عنه للصحابة، ورحمه الله يقولونها للناس كلهم، وتارة يطلقون رضي الله عنه لغير الصحابة، كأبي حنيفة رضي الله عنه، الإمام مالك رضي الله عنه، الإمام الشافعي رضي الله عنه، الإمام أحمد رضي الله عنه، والمقصود اللهم ارضى عنه، المقصود اللهم ارضى عنه. أما الصحابة فعمومهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ممكن أن نطلقها خبرا لأن الله أخبر بذلك، إلا أن تتبع الجزئيات بالنسبة لنا فيه ما يعكره، فنقولها من باب الإنشاء. والصلاة على غير الأنبياء من شعار البدع، وكذلك السلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، تأويلا لقول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، وفي قراءة لكم إن صلاتك سكن لهم. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي. ترون الإمام البخاري أورد الحديث في الترجمة الأولى ليقول أنه حدثنا وحدثوني واردة، ثم أعاد نفس الحديث في معنى آخر وهو باب طرح الإمام المسألة، أليس كذلك؟ باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من علم. طرح الإمام المسألة، طرح مصدر وأضيف إلى فاعله فبقي يعمل في مفعوله الإمام
فاعل أضيف إليه المصدر، ولكن المصدر إذا أضيف إلى أحد عامليه معموليه نستطيع أن نعمله في الآخر. قال ابن مالك: وبعد جره الذي أضيف له كمل برفع أو بنصب عمله. المصدر واسم الفاعل العاملين إذا أضيف إلى الفاعل ممكن ينصب المفعول، وإذا أضيف للمفعول يرتفع الفاعل، لأن الفاعل والمفعول معمول لهما، الفاعل على أنه فاعل مرفوع والمفعول على أنه منصوب. تارة يضاف المصدر إلى الفاعل فيخفضه فيبقى المفعول منصوب، وتارة يضاف المصدر إلى المفعول فيخفضه فيبقى الفاعل مرفوعا. وهذا كثير في كتب الحديث. باب طرح الإمام المسألة. ثم سرد الحديث لأجل أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم طرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، وهذا باب جاء به الإمام البخاري ليؤصله أنه يجوز لكل مرب عالم مدرس أب لأطفاله أمير لمن عنده من الأمر الناس حوله أن يطرح عليهم مسائل العلم، أو مسائل العلم طبعا كلمة تشمل جميع العلوم النافعة. فهو باب واضح، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث. اقرأ. هكذا النسخة، القراءة هكذا النسخة هكذا، أو الباب القراءة. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث. يقرأ. ورأى الحسن والثوري ومالك رحمهم الله القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري كاتب الفربري، أنا كنت أعرف الفربري ولعلها الفربري. قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول: حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. هذا الحديث أورده الإمام البخاري لتبيين مسألة من مصطلح الحديث، وهو أنه في مذهب البخاري وكذلك مذهب الإمام مالك ومن وافقهم أن العرض على الشيخ والسماع من الشيخ مستويان للعرض والسماع استواء في التحمل، صيغة التحمل. نعم، العرض أن تقرأ وأنا أسمع، لك أن تقول أني حدثتك بهذا الحديث، والسماع أن أقرأ أنا وأنت تسمع، لك أن تقول حدثني. فهذا الذي يريد البخاري أن يقرره، أنه سواء سمعت من أحد كلامه أو قرأت عليه وهو يسمع، فكلاهما تحمل، فكلاهما رواية صحيحة يجوز النقل بها ويجوز الإخبار عنها عند الأداء بصيغة حدثني. نعم، للعرض يقول في طلعة الأنوار البيت الذي ذهب عن ذهني: للعرض والسماع والإذن استوى متى على النوال ذا الإذن احتوى. يعني العرض والسماع والمناولة المصحوبة بالإيجازة، هذه الثلاثة
كلها صيغ تحمل صحيحة. العرض كما قلت لكم أن يقرأ الطالب على الشيخ، والسماع أن يقرأ الشيخ على الطالب، وأما المناولة بالإجازة فأن يكون الشيخ عنده كتاب قد خبر ما فيه وحرره من مروياته، فيمسك الكتاب ويعطيه للطالب ويقول: حدث عني بهذا، حدث عني بهذا. فهذا مناولة وإجازة، وهذا ليس من باب، هذا ليس من موضوعنا، لكنه موضوع في مصطلح الحديث مهم. صيغ الأداء الصحيحة والصيغ المش صحيحة، يعني بعض العلماء يقول لا السماع من الشيخ أولى من العرض، ويجعل العرض على الشيخ درجة أخرى. البخاري والإمام مالك وسفيان بن عيينة وامثالهم يقول لا، العرض والسماع درجة واحدة في التحمل، ولك إذا أردت أن تؤدي أن تقول حدثني، سواء كنت قرأت على الشيخ أو قرأ الشيخ عليك. وأكثر ما كان الإمام مالك يحدث طلابه بقراءتهم عليه، ما كان يقرأ عليهم، وهذا مذهبه. ولكن البخاري لفقهه وعلمه يحاول أن يؤصل لنا أن العرض والسماع على الشيخ سواء. أعد الفقرات حتى نبين مغزى البخاري مما يريد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. قف، هذه الجملة التي استدل بها البخاري، أن ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك بكذا، هو يقرأ عليه يقول هذا صح ولا لا. ضمام بن ثعلبة يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من العلم، هل هو صح أم لا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فيذهب ضمام بن ثعلبة إلى قومه فيخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله عز وجل فرض عليهم كذا. والحقيقة أن ضمام بن ثعلبة هو الذي تكلم والنبي يسمع عليه الصلاة والسلام، ولكنه أقره. فهذا الذي يريد البخاري يقول: تحمل السماع وتحمل العرض واحد، بدليل أن ضمام بن ثعلبة تحمل من النبي صلى الله عليه وسلم بطريق السماع، بطريق العرض عليه، وذهب يؤدي، وقبل أصحابه، أجازوا تأديته، أجازوا نقله، وهذا واضح. لكن من العلماء المحدثين من يجعل العرض والسماع ليس سواء. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك. هذا دليل آخر، دليل آخر أن الصك أي الكتاب الوثيقة تقرأ على القوم، يقول لهم: أشهدكم، أو يقول: أنا لفلان علي كذا، أو أوصي بكذا، فيسمعونه، ثم يذهبون عند القاضي فيؤدون على أنه التزم بكذا وكذا، إنما سمعوه. فهذا أيضا يساوي الآخر، نعم، لأن الشيخ هذا الذي، لأن صاحب الوثيقة هذا أو صاحب الصك هو الذي قرأ عليهم، فتحملوا عنه من سماعهم له، نعم. فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ، فيقول القارئ: أقرأني فلان. والدليل الآخر، طبعا تكميل الدليل الأول، وهو أنه إذا سمعوا منه يقرأ عليهم: هل سمعتم من فلان كذا وكذا، فيقول: نعم سمعنا منه ذلك، ويكون ذلك حجة. الدليل الثالث هو أن قراءة القرآن الكريم، الإمام نافع، الإمام قالون مثلا يقول: أقرأني نافع، والإمام حفص يقول: أقرأني عاصم، والإمام شعبة يقول: أقرأني عاصم، ويحدث عن عاصم تحمل عنه القرآن، مع أن الطالب هو الذي قرأ القرآن. فهذا يدل على المسألة التي نحن في تثبيتها، وهي أن سماعك من الشيخ أو سماع الشيخ منك طريق تحمل صحيح.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وقال: وحدثنا ذلك الذي أعرف، الذي كنت أعرف الفربري، ولكن هنا مكتوب الفربري، فأيهما صواب؟ لا لا، أنا الذي كان في ذهني الفربري، فراجعوا حرروا ذلك. قال: وحدثنا محمد، لأن في كتابة الحديث قال: وهو أكيد، يعني ضبط الحديث ضبط الكلمات، وهو يقول في طلعة الأنوار اختصار ألفيت العراقي، يقول: وهو أكيد في أسامي الناس لأنها تنبو عن القياس. احفظوا يا طلاب: وهو أكيد في أسامي الناس لأنها تنبو عن القياس، يعني ضبط الألفاظ متأكد في كل الحديث خاصة متن الحديث، وأشد تأكيدا، أشد ما يكون تأكيدا في أسماء الناس، لأن أسماء الناس خارج عن قياس، قد يسموه في ربري، قد يسموه محمد، قد يسموه محمود، قد يسموه المستغفر، قد يسموه المستملح. أسماء الناس راجعة إلى الاصطلاح، فلا يمكن لك بعقلك أن تصل إلى الصواب فيها، بل هو ضبط محض ونقل محض. فإذا كانت الأسماء لا يعمل العقل في تصحيحها لأنها محض نقل، فيتأكد ضبطها، وهو أكيد في أسامي الناس لأنها تنبو عن القياس. لذلك أنا الذي أعرف الفربري، لكن لا أتذكر أني قد ضبطتها بكسر الفاء، وكانوا لدقتهم يقولون كذا بكسر كذا، وكذا بالضم، وكذا بالتسكين لكي يضبطوا، أو كذا بالموحدة، يعني الحرف المنقوط نقطة واحدة، أو كذا بالمثناة، أي الحرف المنقوط نقطتين، كانوا يضبطوا ضبط. وهذا من خصوصيات هذه الأمة، السند والضبط. السند لأن الله عز وجل منع علينا العمل بالشائعات والأخبار غير موثوقة. لا، لازم تعرف إذا كان الأمر نقلا فلا بد أن تحكيه عن من قال لك. إذا كانت المعلومة نقلا يجب نسبتها لقائلها، وإذا كانت المعلومة مما يقتضيه العقل فلك ألا تنسبها لقائلها، لأن المتلقي لها له أن يصدقك وله أن يبحث معك. نعم. قال: وحدثنا محمد بن فما لعقل، فما لعقل وإن يكن لعقل، وإن يكن لعقل، وإن يكن لعقل نو ذوق يجب، وإن يكن لعقل نو ذوق نسب، نسبته لقائليه لا تجب. العلم إن لعقل إن لنقل سوف إن شاء الله أعيد بيتين في هذا في الدرس القابل إن شاء الله. ومضمون البيتين، مضمون الأبيات أظنها ثلاثة، مضمونها أن المعلومة إذا كانت محض نقل يجب نسبتها لقائليها، وإذا كانت عقلا أو ذوقا لا تجب نسبتها لقائليها، لأن للمتلقي مناقشتها. وإن كانت مركبة من نقل أو عقل كالأصول فيغلب فيها جانب المنقول، وإن تكن لذين كالأصول، وإن يكن من ذين كالأصول ركب أغلب جانب المنقول. وإن يكن البيت الثالث أن العلم إن يكن لعقل لنقل ينسب، العلم إن يكن لنقل ينسب نسبته لقائليه تجب، العلم إن يكن لنقل ينسب نسبته لقائليه تجب، العلم إن يكن لنقل ينسب نسبته لقائليه تجب، لأنه محض نقل. وإن يكن لعقل أو ذوق نسب نسبته لقائله لا تجب، وإن يكن لذين كالأصول، وإن يكن من ذين كالأصول ركب أغلب جانب المنقول. واضح؟ المعلومة إذا كانت نقلية يجب نسبتها لمن قالها، وهذا من خصوصيات هذه الأمة أنها تتثبت في الأقوال،
وإن كانت منسوبة للعقل والذوق فلك ألا تنسب من قالها، لأن متلقي يناقشها ويقبلها أو يردها. وإذا كانت المعلومة مركبة من النقل والعقل كعلم الأصول فيغلب فيها جانب المنقول وتنسب لقائليها. ومن جمال العلم نسبته لقائليه، ومن بر العلم نسبته لقائليه، ومن خصوصيات هذه الأمة للتوثق في السند، وذلك ينفع في علم الحديث أولاً، ولكنه ينفع حتى في حياتنا، في حياتنا العامة والخاصة، الشائعات والأقوال الغير موثقة والكلام الذي مجهول الرواة وغير ذلك، هذا لا يثبت به شيء في دين الإسلام. ومن أصل هذا الأصل واعتمده في حياته سلم من ورطات كثيرة. قال فلان، قال فلان عند الأصول، عند علم الأصول ليست شيئا، سمعنا لا تثبت بها الأمور، شاع في الناس، هذا كله لا يثبت به شيء. واضح؟ نعم. العلم إن يكن لنقل ينسب نسبته لقائليه تجب. هذه هو الأبيات الثلاثة لي، وحصلتهما من فائدة على في بعض الكتب عندي، وسوف إن شاء الله أنقل لكم الفائدة. هي لابن عجيبة في بعض تعليقاته أظن على البيقونية، أظن في شرح ابن عجيبة الأبيات، أما النظم فهو لي، وأما الفائدة فهي لابن عجيبة في شرحه على البيقونية، أظن ذلك إن شاء الله. الأبيات لي والفائدة نظمتها من بعض شراح أظن البيقونية، أظنه شرح ابن عجيبة على البيقونية. الدروس المقبلة أحقق لكم ذلك إن شاء الله. أما الأبيات فهي: العلم إن لنقل ينسب نسبته لقائليه تجب، وإن يكن لعقل أو ذوق نسب نسبته لقائله لا تجب، نسبته لقائله لا تجب، وإن يكن من ذين كالأصول ركب غلب جانب المنقول. إيش معنى غلب جانب المنقول؟ معناها تجب نسبته، يعني هو العلم إن يكن لنقل ينسب نسبته لقائله تجب، صح ولا لا؟ وإن يكن لعقل أو ذوق نسب نسبته لقائله لا تجب، وإن يكن من ذين كالأصول ركب، يعني وإن يكن ركب من ذين أي من العقل والنقل معا فيغلب جانب النقل ويوثق، فيوثق. ولا نقول هذا لأن جانب المنقول في علم الأصول، لأن الإمام الغزالي كما تعلمون في المستصفى قال إن بعض العلوم عقل محض كالفلسفة، وهي مذمومة، مذمومة الفلسفة التي تتكلم عن الإلهيات والنبوات وعلم الغيب، أما الفلسفة الصناعية والتجارية وكذا، بمعنى أن الفلسفة كانت وعاء علوم اليونان، فيها الكلام عن الطبيعة والكلام عن الإله والكلام عن ما وراء الطبيعة، وفيها الكلام عن الرياضيات والحساب والهندسة، أليس كذلك؟ وفيها الكلام عن الموسيقى وغير ذلك. فلما جاء الإسلام أخذها كلها وترجمها، فما يتعلق منها بالإلهيات باطل، لأن علم الإله تبارك وتعالى وصفته وعلم الآخرة لا يدرك بالعقل، لا بد من الوحي يوجه العقل ولا يمكن إدراكه بالعقل. وأما الطبيعيات والأشياء التي يدركها الهندسة وذلك، إذن نرجع وأقول أن الإمام الغزالي في مستصفى قال إن علم الأصول علم جميل جليل مركب من العقل والنقل، يعني مصطحب فيه العقل والنقل، لا هو علم عقلي محض كالفلسفة، ولا هو علم نقلي محض كالأخبار والسير، بل هو علم مركب من العقل والنقل. إذن الأبيات واضح الآن أن العلم المنقول يجب نسبته، العلم المعقول لا تجب نسبته، العلم المركب من منقول ومعقول يغلب فيه جانب المنقول وينسب لقائليه. اقرأ اقرأ، أطلنا في الاستطراق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك، عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ورواه موسى بن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد عن سفيان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الله أصلها الله الله، الهمزة الأولى همزة استفهام، والهمزة الثانية همزة الوصل قبل له الجلالة، ومن الجائز فيها التحقيق. همزة الوصل في لفظ الجلالة بالذات تحقق، وأما همزة الوصل في غير ذلك فلا تحقق. هذا الذي جعلها همزة الوصل تنطق عند الابتدائي ولا تحقق إلا عند الابتدائي، ولكن لفظ الجلالة يجوز يا الله ويجوز الله. فلما تأتي همزة الاستفهام مع همزة أخرى محققة يجوز تسهيلها، ويجوز مد بينها وبينها، ويجوز أن تجعل الثانية مدا للأولى. هذه الله أصلها الله الله. نعم. والحديث وارد في تتميم لباب ما جاء في العلم وقوله: وقل رب زدني علما، إلى آخر ما. يعني الرجل يحرص على أن يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال له هذا الكلام، وهذا من باب العرض على الشيخ أيضا. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس بن مالك: نسخ عثمان بن عفان رضي الله عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأوا حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. العنوان: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. أن المناولة هي نوع من الرواية، وكتابة العلم وإرساله لزيد نوع من الرواية. يعني الرواية إما عرض على الشيخ أو سماع من الشيخ، أو مناولة الشيخ لمن يروي عنه، أو كتابته للعلم، أو الإجازة أو الوجادة أو الإعلام أو الوصية. تلك مراحل أخرى من التحمل ضعيفة ربما نتعرض لها إذا تعرض لها الإمام البخاري. لكن المناولة مع الإجازة والكتابة لفلان فهذا رواية صحيحة، والعرض رواية صحيحة، والسماع رواية صحيحة. يستدل الإمام البخاري على أن المناولة رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الكتاب لأمير السرية وقال: لا تقرأه هنا، اذهب
هذا الاتجاه، فعندما تصل إلى كذا اقرأه. فلما قرأه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بما فيه، لأنه ناوله وقال اقرأه. فهذا نوع من الاستدلال على أن المناولة رواية، وكذلك كتابة العلم وإرساله إلى البلدان. وعثمان بن عفان رضي الله عنه كتب المصحف ونسخ منه نسخا فأرسلها إلى الأمصار لكي يرجعوا إليها عند اختلافهم في لفظ آية، وإلا فالقرآن محفوظ، لكنهم كانوا يقرؤون قراءات سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما هي موجودة الآن. فجمعهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين تلك الساعة والصحابة معه على ألا يقرؤوا إلا بالقراءات التي يحتملها المصحف العثماني. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، فسمع قراءة مختلفة فلببه، وكان عمر تعرفون شدته، لببه وقال له كيف تقرأ القرآن؟ فقال من أقرأك؟ قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذبت، يعني عمر لا يصدق أن هذا القرآن صحيح، لأن السورة قد رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة أخرى، وما كان يظن أن في القرآن لفظ آخر، هو قد سمعها من رسول الله، فكذب صاحبه على أنه قد نسي أو غفل أو غير ذلك. قال كذبت، قال بلى صدقت، أقرأني رسول الله. فلببه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ما لك هذا؟ قال رأيته يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني. قال أرسله، تركه تركه ماسكه أرسله. أرسله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسله، قال اقرأ يا حكيم، يا هشام، هشام بن حكيم بن حزام، اقرأ يا هشام. فقرأ هشام سورة الفرقان على ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس القراءة التي لم تعجب عمر، التي ظن عمر أنها خطأ، نفس القراءة. فقال له هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر. فقرأ عمر قراءته التي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هكذا أنزلت. ففهم عمر الدرس، عمر ما كان عمر لم يكن مستوعبا للدرس، فسمع القرآن يقرأ على خطأ في ظنه هو، فغضب للقرآن ومسك الرجل وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محل نزاع الخصومات، فقال له اقرأ. فقرأ، قال له هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر. فقرأ عمر فقال هكذا أنزلت، قال إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فقرأ ما تيسر منه. فقرأ الصحابة كل بما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبوا في قراءاتهم الصحيحة التي هي أكثر من السبع كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تفرقوا في البلاد أصبحوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وبعد عمر في خلافة عثمان، أصبحوا بعضهم يقرأ قراءة فيأتيه نفس فكرة عمر، يقول لا قراءتي أحسن من قراءتك، قراءتي أحسن من قراءتك، فيقول لا أنا قراءتي أحسن من قراءتك. فسمعهم حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى عثمان رضي الله عنه في المدينة المنورة وقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة، إني أخاف أخشى عليهم أن يختلفوا كما اختلف أهل الكتاب من قبلهم. قالوا وماذا؟ قالوا سمعتهم في أرمينيا ولا أذربيجان، سمعتهم يقول هذا قراءتي أحسن من قراءتك، والآخر يقول قراءتي أحسن من قراءتك. فاجتمع رأيهم على أن يجمعوا القرآن على هذا الشكل الذي ما زال وسيظل هذا الشكل. وقال لهم عثمان بن عفان من كان عنده صحيفة أو سورة أو جزء أو مصحف فليحرقه، لا تقرأوا إلا بها إقراء، لأجل أن لا تختلفوا، لأجل أن لا تختلفوا. ما هي القراءات متقاربة؟ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، ويوم نحشر أعداء الله إلى النار، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، هي كنفس. فهذا هو السر في اختلاف القراءات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقرأهم تلك القراءات المختلفة. لكن عثمان بن عفان قلل القراءات إلى ما يوافق الرسم، فأصبح القرآن الآن
لا يثبت بالنقل إلا بعد موافقة اللغة العربية ورسم العثماني. فيقول ابن الجزري في طيبة النشر: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، لا بد أن يكون لفظ عربي لأنه بلسان عربي مبين، ولا بد أن يكون موافقا للمصحف، رسم المصحف، ولا بد أن تصح الرواية، تتواتر الرواية به. فالقراءات السبع بل العشر كلها تجوز. يجوز لك أن تقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. ويجوز لك أن تقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ويجوز لك أن تقرأ: كفوا أحد، وكفوا أن أحد، وكفوا أن أحد. هذا سنة متبعة. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. أورد الحديث لأجل أن يقول أن الإرسال الكتابي هو نوع من الرواية، وذكر ما وقع لمن مزقوا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. قتادة يريد أن يتوثق ممن قال نقش كتاب خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. قالوا: أنس الذي قال لي إن نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، ثلاث سطور. ولكن الحديث أورده ليقول إن كتابة الكتاب رواية صحيحة. السائل تسأل: أرجو إفادتي حول حديث أو في، ففي الحديث أنا لم أعرف السؤال بالضبط، أو في، ففي الحديث أن الرسول، أو في، أو ففي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العلم قبل القول والفعل. أريد منكم التوضيح، لا أعرف ماذا أراد. نعم، أن تعيد السند علينا ثانية. هذا صحيح البخاري، أرويه بالإجازة فقط عن وغيره من كتب السنة، عن عدة مشايخ من موريتانيا وغيرها، لكن الأشهر عندكم في المشرق هنا روايتي عن محمد بن عبد الله آل الرشيد من أهل نجد، حنفي من أهل نجد، ما زال عايشا الآن، رجل في الستينات من عمره، وهو من أهل الرواية، يروي عن شيوخ كثر، ويرويه عن شيخه عبد الفتاح أبي غدة، وذلك يرويه مباشرة عن محمد زاهد الكوثري، وهو في سنده في الوجيز في ما يبتغيه مستجيز. هذا من المشرق، وأنتم كثر منكم بعد العصر رأيتم من أهل المشرق، لذلك ذكرت لهم السند الذي يمكن أن يحصلوا عليه عندهم. وأرويه عن الشيخ عبد الرحمن الشريف السيد الكتاني الفاسي، ما زال يعيش الآن في فاس، يرويه عن أبيه عبد الحي الكتاني العلامة الكبير مسند الدنيا. فهذا أسانيده في فهرسة الفهارس. فقط أريد أن أوصلكم بالوجيز بيني وإياه اثنان: محمد الرشيد حفظه الله، وعبد الفتاح أبو غدة، ثم صاحب ثبت، وثبت موجود في المكتبات. وأما الرواية الأخرى فالشيخ عبد الرحمن الكتاني الفاسي، إن شاء الله يكون عايش الآن، الحمد لله ما زال في
عمر لا بأس به، عن أبيه الشيخ عبد الحي الكتاني صاحب الأثبات المعروفة، أيضا ترجعون إليه بيني وإياه واسطة واحدة، وأرويه بروايات أخرى في مكة وفي موريتانيا وفي، لكن هاتان روايتان من أشهر ما تستطيعوا أن تروا به، وإذا ثبتت إن شاء الله انتهت الدورة